السلام عليكم، عاملين ايه؟ كويسين. احنا النهارده في حلقه جديده من برنامجنا المفضل كلنا، بالنسبه لي طبعا وبالنسبه لكم ان شاء الله، ما تكسفونيش، كريزي وومن الجزء الثاني. النهارده احنا عاملين فيها فلاحيس، وانا عامله فيها فلحوسه كبيره، بحاول اتذكر عن الناس يعني، واقول كلام كده انا لا فاهمه عنه حاجه ولا اي كلام في الحماد. خلينا نشوف بقى الحلقه هتدور ازاي وربنا ييسر. حضرتك بس مش شايفه كويس. يمنى، استاذه يمنى، ثانيه واحده بس، ايه نبدا هذه التربيه. اوكي يمنى، اسم حلو قوي. ايه ده؟ في ايه؟ وشك مصفر على الاخر. مصفر ازاي يا حبيبتي؟ في ايه؟ مصفر ايه ده؟ قلب على بيج، يا ريت اصفر. شفتي ازاي؟ ايه ده؟ يمكن سخنه ولا حاجه؟ طب ممكن معلش بس انزل اقيس الضغط واديني صيدليه بلدي. ضغط ايه حضرتك؟ انا هقيس لك ضغط وسكر واعمل لك كل اللي انت عايزاه دلوقتي حالا. دي ايه؟ ازاي معاكي هنا؟ انا بفهم جامد. يعني ايه بفهم؟ انا بفهم. اي يعني بتفهمي؟ مش فاهمه. احكي لك، انت بعيوبنا بتيجي غريبه. بص يا ستي، انا دخلت كليه تجاره، قعدت فيها 7 سنين. تمام. بعد كده قمت مصاحبه واحد في كليه طب، قعد فيها 7 زيهم، يبقى المجموع كام؟ 14. خبره. ايه ده؟ 14 سنه من الخبره. 7 سنين قعد يداوي جروحي كل سنه بجرح مختلف، كل سنه بجرح مختلف، لحد ما بقيت توكسيك. اعرف اداوي جرح اي حد من اول بصه، من اول نظره، اعرف كل حاجه بتدور في اي حد. ايوه ده ايه علاقته؟ فانا بقيت خبيره، انا معالجه ربع عيلتي تقريبا. ايه برضه مش فاهمه ده؟ عشان انت بس صاحبتي واحد في طب فخلاص بقيتي تمام؟ طبعا. انت عارفه يعني ايه صاحبه واحد في كليه الطب؟ هما لو صحيتي واحد في كليه هندسه بقى. لا هو ده شفته هندسه مين ازاي؟ انت جه معاكي دكتوراه في المحن مش في الطب خالص. اخس عليكي، مش انا اللي اكتشفت ان انت وشك لونه بيج؟ اخس عليكي يا يسرى. ايه ده؟ ايه ده بيج ويسرى؟ مين بيج؟ مش انت يسرى؟ لا انا يمنى. شفتي بقى ما فرقتش كتير، كلها ايدين. هقول لك سخنه، انت سخنه، شايفه ايه؟ امسكي ايدي كده، ساقعه بالنسبه لك. اه يبقى انت سخنه. طب اوكي، حلها ايه بقى؟ حلها ان احنا ناخد دواء. اوكي. تساليني. اكشف عليكي. طب يلا اكشفي. اكشف؟ اه. اعملي ايدك اليمين كده. ايدك اليمين مظبوطه جدا عشان اسمك يمنى ولا عموما؟ طبعا انا بقى معايا من زمان فاذن الله. انا زي. طب افرديلي كده ايدك الشمال. اكيد مش مظبوطه. لا دي ضوافرها مش مكسوره، دي فيها ضفر مكسور. ده حقيقي. انت عارفه ده معناه ايه؟ ايه بقى؟ معناه ان حد نشك عين الصبح، مش معناه اي حاجه طبيه. انا محسوده فعلا. صح؟ اه. حسيت مش لابسه خالص زرق هنا ليه؟ لا لابسه بتاع ازرق بقى فخلاص بقى. لا ده مش ازرق، ده تركواز. بس من درجاته يعني. لا انت كده عندك كمان مشكله في عينك، عندك عمى الوان. شايفه الازرق تركواز؟ يا نهار ابيض. كتير قوي كتير، مش طبيعي. شايفه الازرق تركواز؟ خص عليكي يا يمنى، انا فاكراكي نظرك كويس. افتحي عينك كده. لا ده مش 6/6. ده يطلع له 5.5 فعلا. انت فاكره ايه؟ 14 سنه طب تالت، كل سنه بجرح مختلف. عامل لي كات كده كل سنه. طب انت صعبت عليكي؟ قوي للدرجه دي؟ حالتي وحشه قوي 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 بجد يعني. ما تبصيش على نفسك بجد. انت بصي انا بعمل مجهود، لا حول ولا قوه الا بالله. بصي الراجل يعني تعبان ازاي، هو وبنته، لا حول ولا قوه الا بالله. معلش ناخدهم نكسب ثواب. ماشي مشكله. الله يشكرك يا بنتي. معلش. السلام عليكم. وعليكم السلام. حول ولا قوة الا بالله. خير يا حاج؟ مالها؟ بنتي تعبانه اصلي شويه. ايه ده؟ ايه ده شكلها باين فعلا. يا لهوي. ايه ده خير؟ مش قادره، بطني وجعاني. ايه ده؟ لا ثواني ثواني. اكلت حاجه؟ طيب ايه ده؟ فيكي ايه؟ هاتي ايدك دي وريني. ايه ده؟ بالراحه بالراحه بالراحه. بالراحه بالراحه. انت ايه؟ مديني ايدك دي؟ انت بتوتريها كده. انا عايزه اسمع نبضها. وريني نبض ايه بس بال 14 سنه بتوعك؟ انت بتعملي ايه؟ اسمع نبضها. مفيش حاجه اسمها كده. هو انت دكتوره يا بنتي؟ الله يستر. مش دكتوره ولا حاجه. مش دكتوره ولا حاجه. استني بس خليكي في حالك. الله يستر. الله يكرمك. انا هقول لك، انت حامل؟ لا حامل ايه؟ صغيره. طفله. امال ايه؟ لا هي بس كانت جعانه ونفسها في دوره مشويه. فرشت في بطنها. اه جبت لها دوره عويجه. لا حول ولا قوه الا بالله. افتحي لنا تابلوده. افتحي لنا تابلوده. الله يسترك يا بنت. الله يسترك. هتلاقي شريط جوا اكتر كده بدون.
بس طارق اسمعي بس اديها 20 دقيقة. كلمة كنا بالحقيني بنتي تعبانة الله يكرمك يا حبيبي يا حاج. لا اله الا الله ولا اله الا الله. معلش الاخضر اللي عندك ده دول انا ما انت قادرة بقى انت عندك حلاوة في الالوان. اه اديها يعني ايه؟ ده هيا ده هيا الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك. انا مش مقتنع. طب والنبي لو في ميه بس لو في ميه. اه جنبك الله يسترك يا جماعه. لسه عروضه تهريج يا جماعه. ما لو بطنك وجعاكي ما نوديكي مستشفى. لا لا الله يسترك. انت دكتوره؟ انت حمل فلوس انت يا حاج. مش دكتوره يا حاج. ما في دكتوره يا حاج. الدنيا بقت صعبه. ايه ده بنتي؟ مالك يا حاجتي فيك ايه؟ منك لله اديتيها ايه؟ الله ينتقم منك. الله ينتقم منك. انت انت الله يسترك. الله يسترك. الله يكرمك يا حاج. يا بنت الله حرام عليك. عملت لها ايه؟ لا انا عملت لها ايه؟ انت اصلا بتاع لحق التنزل. اديتيها ايه؟ اديتيها ايه؟ اديتيها ايه؟ الله يسترك. الله يسترك. الله يبارك لك. لا قوت الا بالله. اخضر حرام عليك يا بنتي. الاخضر الحق يا حاج. اديتها الاخضر. اخضر انا قلت الاصفر. اصفر ايه واخضر ايه؟ اشاره مرور من هنا لله. يا نهار ابيض. اديتيها اخضر من هنا لله. ما ودتلك يا بنتي يا حاج. ما هي ماشيه معوضه. لا 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 شايف الفاظها هي اللي موتت البت. الله يسترك. الله يسترك. انت الله يكرمك. انا بقول لك 14 سنه خبره. اطلعي من على الاسم. اطلعي من على الاسم. ايه انا قلت 14 سنه خبره يا حاج. انت سمعت مني الكلام ده؟ لا هي قالت حاجه. ده الله يبارك لها. انت مش معايا. يقول لك انت طالعه على حاجه خلاص. اطلعي من على الاسم. اطلعي على الاسم دلوقتي. يلا بيب بيب. دي نصابه دي ولا ايه؟ حرام عليكي. اطلع على الاسم. طب اقول لك طب اتنين منك. طب هو ايه اللي اديله 2000 جنيه؟ انا ما عملتش حاجه عشان اديله 2000 جنيه. انا كمان قلت لك اديله 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ انت عماله تقولي كلام وخلاص. حول ولا قوه الا بالله. انت ماشيه تمشي قبل الناس. 1000 ونص يا حاج. 1000 ونص. طب حتى خلاص يا مستر. طب كمان بتبيع بنتك ب 1000 ونص عادي كده؟ طب خليهم 500 من مصر الحبور. ايه ده؟ ده 500 وخلاص. ماشي يا حلاوه بقى. الله يسترك. مش طبيعيين والله. ايه ده؟ وانت ايه 14 سنة دي؟ مش فاهمك؟ انت 15 سنة كلمة سنة 14 سنة وانت ولا معرفك وتلاقي حد يقول لك يلا. اوكي عرفت تزحلق. اوبا استني العربية تمشي والمطعم. طب انت ما تجيبهاش على الاقل يا جماعة. هي عديه وبترجع لورا اصلا. انزلي تعالي نوريكي الكاميرات فين. مبدئيا هي بترجع لورا لوحدها. خلاص يا يسرا ما تزعليش برضه. مصممة انها اوكي. واحدة تانية اوكي. مش زعلانة؟ لا مش زعلانة. ولا من عاطف؟ ولا من اي ولا من لوجي؟ ولا من اي حد. كويسة بس؟ تمام ماشي. موافقة انزيع؟ في اي حد يقول لي خدي اي حاجة فرديها على طول كده. موافقة انزيع؟ موافقة. لا قولي موافقة. موافقة. قولي بحبك يا فطومة. بحبك يا فطومة. بموت فيك يا فطومة. بموت فيك يا فطومة. أين هذا الرجل؟ أهذا أنت؟ إنه السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ محمد. طيبا. أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. استنى كده. بص ده وش محمد اللي انت بتقوله صباح الخير كل يوم. definitely no مش كده؟ تمام. مش ده وش محمد صح؟ مصفر شوية ولا مقرنج؟ لا الشمس بس. لا مصفر. الشمس بتبقى الصبح. محمد انت مصفر. انت مش واخد بالك من نفسك كويس. ربنا. ما بتاكلش كويس. ما بتاخدش عسل اسود. ما بتاكلش جرجير. ما بتاكلش ورقيات. مش كده؟ ممكن بس يعني مش مستعجل بس معلش. وانا واقفه ما انا ماشيه. لا لا انا لا ده انا ادوس اسوق برجلي بس. اهي ايدي اهي سايبه اهي. مش انت قد الله يكرمك. بس انت لازم تعرف ان انت وشك اصفر. انا خايفه على صحتك. والله مستعجل. ما انا مش معقوله خايفه على صحتك اكتر منك يا محمد. بس مستعجلني في شغل يعني عشان فاضي معلش. انت ليه محسسني ان انا مش بتحرك؟ بعدين لسه بدري يا محمد. وفي حد شغله الساعه 9 الصبح يا راجل. ده لو شغلانه بتروح لها 9 الصبح تستقيل منها دلوقتي. تسلم يا ريت والله. بس انا ليش حد كده يعني؟ بص يا محمد انا مش بتكلم عن صحتك من فراغ. انا واحده قعدت 7 سنين في التجاره. قعدت 7 سنين زيهم صاحب واحد في كليه الطب. كل سنه يديني جرح انا احمل اللي قبله. فانا خبيره. خبيره يا محمد. فاهم قصدي؟ انا معالجه ربع عيلتي يا محمد. نعم. معالجاهم. ايوه نعم. معالجاهم كلهم. فانت لما اقول لك وشك اصفر يبقى انت وشك اصفر يا محمد. طب هو انا ذنبي حاجه؟ انت بتتنهد. عندك مشكله بزورك؟ لا اصل عشان بس شغلي معلش. شغلك عمل لك مشكله بزورك؟ اكيد تعبانين والله. ممكن كلهم بقى يكشفوا معاك. عشان خاطري بس. انت ممكن بقى تقول لهم ان انا بكشف كويس قوي. يعني تجيب لي شغل فاهم؟
برضو هنظبط مع بعضينا قصه النسبه دي. خليك حرك تلحلح معايا يا محمد. اديكي تقدير 10 نجوم بس يلا الله يبارك. التقدير 5 بس يا محمد، انت كده نمره واحد بتسرح بيه. عندك هلاوس؟ صدقني والله عندي مشكله في شغلي وانا انا ما قلتش بتسرح فين، قلت بتسرح بيه. بتسرح فيا ليه يا فندم؟ انا اعرفك من 5 دقايق. الساعه الصبحيه دي بتبقى خانقه يعني، مش ببقى والله طايق حضرتك. مخنوق اصلا؟ الخانقه دي من ايه؟ بتعرف تاخد نفسك كويس يعني؟ معلش. لا كده انت عندك مشكله في النفس مش كده؟ انا في مشاكل عصبيه عندي. أوه. عندك مشاكل عصبيه؟ يا خبر ابيض، مشاكل عصبيه. انا الدواء بتاعك عندي. ربنا يفرجك. الدواء بتاعك عندي، في لزقه كده تحط على اللسان. عايز اقول لك تحفه. في مشكله معاك انت، انا بحل مشكلتك. انا الحمد لله ربنا ما يجيب لي مشاكل. عاوز بالله انت دكتوره ولا ايه يعني؟ لا انا كنت مصاحبه واحد في كليه الطب. طب طيب، ما انا حكيت لك يا استاذ محمد. انت بتنسى ليه؟ انت عندك مشكله في الذاكره. عايز حبه البركه؟ حبه البركه، حبه البركه هتظبط معاك. ما تمشي يا باشا في ام الرحله الجميله دي عشان نوصل كده. واديكي تقدير كويس، باين عليكي بنت ناس يعني. ارجوكي ابص اكيد يعني بنت ناس. ابسولوتلي يعني مش مستنيه حضرتك تاكد لي المعلومه. ربنا يخليكي. اوبريجادو ميو. انا ما فهمتش حاجه خالص. حاجه بتهزي صح؟ مش فاهمه حاجه والله. حضرتك ثقافتك ايه؟ كنت واخد ايه في ثانويه عامه؟ مش ناوي تنتهي كوره؟ مش فاهمه والله. ايه وموسيقى ولا بوتريشن؟ لا دي كده حضرتك عندك فسيان وهلاوس. ماشي ماشي مش كده؟ حضرتك بتهزي كتير صح؟ ايه وناو فليزا جورا بليز. امشي في ام المشوار عشان اوصل شغلي ارجوكي. انا مش عارفه اجيب لك عشان مش هينفع المسك، بس حضرتك تعبان في دماغك؟ اوكي عيب يا فندم لو سمحت. انا بتكلم بجد. انا معدي كلام. انا مش فاهمه انت بتقول ايه. انا خايفه عليك يععني غلط عليك اصلا. طب حضرتك بتقول ايه؟ ما انا مش فاهمه. لازم يكون في تواصل، لازم افهم انت بتقول ايه عشان اعرف ارد عليك. انا قرفان من الستات عامه. خلاص حضرتك قرفان من الستات، قرفان من الدنيا. انا مش مشكلتي انت. انا دلوقتي هعمل عمل خير. الراجل ده تعبان شكله هو وبنته. معلش ناخده في طريقنا. مفيش على فكره ده غلط. عربيتي انا حره يا باشا. غلط اقسم بالله. غلط ازاي؟ بقول لك تعبان. اسيبه في الشاشه ترتاح. السلام عليكم. انا بقول لك تعبان اقسم بالله. اللي انت بتعمليه غلط. وعليكم السلام. الله يسترك يا بنتي. الله يسترك. يا حاج مالك شكلك تعبان؟ جيبك الانفيه تعبك ولا ايه؟ لا لا دي بنتي تعبانه. بنتي تعبانه. اسم الله. ايه ده؟ هاتي ايدك كده يا بنتي. استنى معلش ثانيه. ايه اللي بيحصل ده يا حضرتك؟ هاتي ايدك يا بنتي كده. ايه اللي بيحصل ده يا حضرتك؟ كويسه؟ حامل دي ولا ايه؟ لا يا باشا وصليني الاول. انا موافق ان يركبوا بس وصليني. معلش شبطناها. ممكن يكون هو اللي عمله كده. اه لا حول ولا قوه الا بالله. معلش يا بنتي انا ماسكه حالي. الله يكرمك. علاجها عندي. الله يبارك لك. انا عندك بس افتح لي التابلو ده بقى يا حبيبي. اصبر بقى. ماشي انا متاخر على الشغل. التابلو بس بليز. ماشي ما تلمسي كتفي بعد اذنك. ماشي التابلو بعد اذنك. بنتي تعبانه. ماشي بعد اذنك كتفي ما تلمسوش. التابلو يا بيه. يا باشا وديني يا شغلي واعملي. طب اديني التابلو دي. عربيتي انا حره. ده تابلو. ايه بزفتك؟ الدنيا اي حاجه بسرعه. حرام عليك. افتح التابلو. اديها من قدامها الاخضر. خد يا باشا. خد اخضر. الاخضر الاصفر. والفنجاني. خد يا باشا. الصيدليه الله يحرقك. اديني بقى. وديني الزفت الشغل اللي قال لك عليه بقى الاخضر. ماشي طب هات ماي. هات ماي. هات شوت ماي. دي ميه من جنبك في الباب. يا باشا بص انا عربيتي فيها كل حاجه. كل حاجه في عربيتي. مش تلمس كل حاجه في عربيتي. ميه خساره. بس انا هسالك سؤال ليه. مش انت دلوقتي اديتني الدواء؟ يا باشا خد يا باشا العلاج. بس انا عاوز اسمع منك كده. يا يا لا مش انت اديتني الدواء؟ يا باشا وديني الزفت اديني الشغل وبعد كده اعمل لي اللي انت عايزاه. ولا احنا رايحين الشغل. ارميهم على الصحراء. حضرتك مريب. مالك؟ حضرتك مريب. مالك انت؟ بنتي انتوا بتهرجوا ولا ايه؟ مالها؟ مالك؟ ايه الهطل ده؟ بنتي بسم الله الرحمن الرحيم. بنتي بسم الله الرحمن الرحيم. اديتها ايه؟ يا باشا انا مش ذنبي. اديتها ايه؟ اديتها ايه وانت منك؟ اديتها ايه وانت منك؟ يا باشا والله انا الانسانيه موجوده بس انا والله متاخر. انسانيه؟ هو انت انسان زينا؟ ده انا الواحد شاكك انت بايدين ولا برجلين. يا باشا قسما بالله انا عشان بنتك يا باشا على دماغي. ربنا يشفيها لك. بس انا مش عملت ايه؟ طيب انا عاوز اعرف بس. اديتها ايه؟ اديتها انهي لون؟ اديتها انهي لون؟ يا باشا انا عندي مصيبه في الشغل وما رحتش دلوقتي هيتخرب بيتي وهترفض. والله العظيم زعبان عليا. بس انا هقول لك على حاجه. انا هسالك سؤال لله. مش انت دلوقتي اديتني الدواء؟ وديني الله اللي انت بتتكلم فيه. انا هترفض لو ما رحتش. هو اللي اداك الدواء؟ اداك انهي لون دواء؟ اديتها انهي لون دواء؟ اديتها الاخضر؟ ما اعرفش يا باشا. انا اديتها انهي لون؟ اديتها الابنق اللي انت عايزه. اديتها الاخضر. اداني الاخضر. انا قلت لك اديها الاصفر. منك لله. منك لله. منك لله. منك لله. طب مع اذنك وديني بقى. لا انا اطلع شغلي. انا اطلع على اسمي يا بنت. انت بهدلت الدنيا. اطلع بينا على اسمي. اطلع على اسمي. طب انا انت على الزفت بس. وديني شغلي وبعد كده اللي انتوا عايزينه. انا هطلع على اسمي بس حضرتك بهدلت البنت. انت مش قادره. مش انت في مشكله عندك؟ لا مش انا مش هقفل يا باشا. بعد اذنك سيب ام كتفي. الله يبارك لك. مش انت اديتها الدواء؟ لا لا يا استاذ. يا باشا بلاش بلود بقى. طب يا يا بنتي اسمك ايه النهارده؟ انا متاخر على شغلي. السنة السوداء والسنة الطين. هديله اللي هو عايزه وصدقني شغلي بعدين. خلاص طب يلا عادي كلش.
هتبقى في مشكلة ولا حاجة؟ هو عشان عنده هو مشكلة. مش لما انزل هصرف له من الاسم. اطلع مين على الاسم لو مش يدينا الفلوس دلوقتي. ما انت بعت 1000 ونص. مش ناقصة برود قسما بالله وانا في اللي انت بتعمله. يا باشا اوعى ايدك من ايدي بقى. طب خليهم 500 جنيه وانا امشي لك الحوار. ماشي يا عم 500 جنيه ومشي الحوار يا عم. عطل ايه يا عم؟ كانت بتموت دي. لا ما هم 500 جنيه يا عم. شغلي والنبي الله يبارك فيك. هوديك حته احلى دلوقتي. والله العظيم انا متاخر يا جماعه انتوا بتهزروا صح؟ استنى شايف العربيه اللي قدامنا دي؟ شايف العربيه اللي هناك دي؟ اصلا ترميت علينا كل حاجه يا بيه بهدلتنا جامد. يا عم انت كسرتني يا عم خالص. بص هنا انت نورتنا واحنا كنا بنحاول نهزر معاك بس احنا كنا خايفين منك شويه حبه. والله العظيم انا متاخر بصراحه. انا كنت خايفه منك شويتين. لا هنوصلك للشغل. احنا هنوصلك للشغل ان شاء الله. عايزك تبص هنا تقول انت مش زعلان. انا مش زعلان. مش زعلان خالص. لا مش زعلان منك ابدا. بس والنبي توصليني على الشغل. والله مش انا اللي هوصلك بس في حد تاني هيوصلك. والله ان شاء الله. قول بس انك موافق تزيه. يا باشا زيه يعني. ميرسي. شكرا يا استاذ محمد. شكرا. مين اللي هيوصلني بقى؟ طب هيوصلك. خلينا نشوف من صاحب الحظ. ايوه انها اهلا وسهلا استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم باب بس بعد اذنك. قفلته خلاص. لا افتحه واقفله تاني. ايوه برافو عليك. انا ملاحظه ان صحتك مش حلوه على فكره. انت ما عرفتش تقفل الباب كويس ده معناه ان انت عندك مشاكل في اعصابك. شغلانه على ايه بتقول؟ عشان ما قفلتش باب كويس. انا قافله طبيعي واتقفل. عادة اي شاب مصري اصيل بيرزع الباب يوجع قلبي عليه، انما انت ما عملتش كده. احنا مصبرنا يا رب. مصبرك على ايه يا فندم؟ انا عملت لك حاجه يا فندم؟ انا قفلت الباب طبيعي. قفلت الباب طبيعي. يا بيه انا زي ما اي حد بيقفله. انا خايف على صحتك، يعني لما لسه هقول لك انت وشك مصفر. مصفر كمان؟ ما لحقتش اقول لك ان وشك مصفر. ازاي؟ بجد والله وشك مصفر. انا قافل الباب طبيعي، يعني انا بيجي كده انا قافل الباب طبيعي. حضرتك قافل الباب طبيعي؟ طبيعي زي اي بني ادم بيركب بيقفل الباب عادي. حضرتك منفعل. كمان منفعل؟ بجد منفعل عليا. عندك مشاكل في الاعصاب؟ لا خالص. محتاج تكشف عند دكتور نفساني. والله انت وصلت للنفساني كمان؟ لا بص انا بكلمك عن علم، تقول لي ليه؟ اقول لك اجاوبك، ناخد وندي في الكلام، لكن تهاجمني كده ليه يا بيه؟ ليه يا بني ما لحقتش اعمل حاجه؟ كلامك بيه. مش منطقي. كلامك بيه. مش منطقي خالص. بص انا هستحملك. انا واحده قاعده 7 سنين في كل التجاره، فده معناه ان انا عندي صبر. خبيره. كنت خلاص قربت اتعين معيده في الجامعه. وبعد كده وقعدت 7 سنين زيهم مصاحب واحد في كليه الطب. الله. كل سنه خبره يعني. خبره 14 سنه في جميع الكليات. مفيش كده. كل ده ايه علاقته بقى بالباب؟ كل ده ايه علاقته بالباب وصحه النفسيه؟ علاقته ان اعصاب حضرتك مش جامده فما عرفتش تقفل الباب. اعصاب حضرتي مش جامده عشان ما قفلتش الباب؟ ازاي طيب؟ إيه؟ فين المنطق في كده؟ يعني انت لو عندك اعصاب هتعمل كده الباب تشيك يقفل، انما لو انت اعصابك عامله كده هلي هلهوله كده. هلهوله؟ ايوه هلهوله. مش عارف يعني ايه هلهوله؟ لا عارف. يبقى انا شاكك في الاستيعاب. لا عارف يعني ايه، بس انا منك بنت انا ماسك نفسي عليكي. مش هينفع. ايه ده مستغربه ليه؟ انا قلت حاجه غلط ولا ايه؟ وانا عملت لك ايه؟ ولو انا مش بنت هتقول لي ايه؟ لا 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 والله لا 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 معلش. انا خفت منه. انا خالتي ساكنه اخر الشارع. وبعد خفت انا كده خلاص. المفروض ما خفتش. ده ما خفتش خالص. يعني انت ما خفتش خالص مني ولا خفت عليا وانا خايفه على صحتك. عمال اقول لك انت محتاج تاخد لزقه اعصاب ومحتاج عشان انت عندك انيميا تشرب لك عصير بنجر كل يوم الصبح. انا كنت هوصف لك وصفات ببلاش كمان. والله ببلاش. ده انت دكتور. ما بقول لك ما تسيبي. وخالتي عندها عصير بنجر في الثلاجه بتديني 5 ازايز كل يوم الصبح عشان وشي يبرد كده. طب ما تكلميني خالتك كده ونشوفها. لا انت مالكش دعوه بخالتي. ايه دخلت في عيلتي ليه يا بيه؟ والله العظيم دخلت في انت اللي دخلت في كل حاجه. تطلع تتغدى معايا عند خالتي؟ لا والله والله العظيم. شكرا ميرسي جدا. هو ايه اللي ميرسي جدا؟ والله انت مستسخفني. انا مش عارف يا انت ليه مش عارف اسلوبي كده. ليه انت لسه انا اول مره اتكلم مع حد بالطريقه دي. والله في صداقه في الموضوع. لا مني لا منك. انا مش عارفه انت فدت ولا انا اسلوبك مش فاهمه يا بيه. ده انت زي الاسلوب ده. انت منعدم الاسلوب ده. انت مش طايقني من ساعه ما ركبت.
اديك فلوس طب ولا باخدش منك فلوس عشان ترتاح؟ انزل من العربيه واسيبها لك عشان تتبسط؟ كمان كمان ايه يا عم، انا ما قلتش حاجه، انا عاوز ارد عليك، انا ماسك نفسي عليك، انا واحده عايزه افيدك واجود عليك من خبرتي، انت ما فرقش معاك يا بنت. خبرتك ايه؟ انت خبرتك ايه بس؟ 14 سنه في الكليات. 14 سنه في الكليات وشغاله، ايه علاقته بده؟ ايه ده؟ بحس ان دخلي يخسى عليك، ده ملاش علاقه يا واحد. والله والله ملاش علاقه. ازاي يا عربيتي اوريك رخصه؟ مع عربيتك تتكلمي بسرعه احسن من كده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماله الراجل ده؟ بقول له ماله الراجل ده؟ ايه ده بيحك؟ ايه ده؟ الله يسترك يا بنتي. ايه ده بيحك؟ مالك فيك ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. مالها بنتك؟ ايه ده تعالي كده هات ايدك دي. انت تعبانه الحقيني. الو ايه ده؟ وانت دكتوره ما ايه انت في ايه بس؟ وانت دكتوره نعمل ايه يا ست انت؟ ده ممكن ممكن تكون طعميه بالطحينه. انت في ايه ده؟ انا شبطناها دخلت ولا ايه؟ طب روح على اقرب مستشفى او روح على اي دكتور هنا. ده بيقول ايه دكتور؟ الله يسترك يا بنت. الله يسترك. الله يسترك. اما اديها بقى ده فاضي. لا لا في واحد تاني مليان. اديها ده اديها ده. لا ده كده برزه. تشوف بقى انت تتلعب. الله يسترك والنبي هات ميه. ليها ميه ليها ميه. الله يسترك. الله يسترك. هو هو انت اديتها العلاج ده؟ اه في الشارع اللي وراه. اه والله. بنتي طب انت بقى ايه يا عم انت كويس؟ انت فين؟ ايه يا عم انت؟ ايه ده؟ ما قلت لك العلاج غلط. قلت لك العلاج غلط. طب انت ايه منك؟ ايه يا عم انت؟ انا قلت لك العلاج غلط. الله يبارك لك. والا الله يبارك لك يا عم. هي اللي ادتك العلاج. هي السبب. على اسم. هي السبب في ده كله. يلا خد انا مشوار على اسم. لا والله على اسم. يلا على اسم. على ايه يا عم؟ هي اللي ادتك العلاج غلط. انا قلت لك اخضر ليه الدكتور مانع منها الفوايد؟ اخضر ايه يا عم انت؟ انا قلت لك مفيش علاج. قلت لك مفيش علاج والعلاج ده غلط. الله عامله فيها دكتوره على ايه؟ الله يسترك يا دكتور. خريج التجاره انت، ايه علاقتك بالطب؟ 2000 جنيه وهو هيلم الليله. 2000 جنيه مش دافع ولا جنيه. طب هات 1000 ونص. سيبك من الشغلانه دي، مش دافع ولا جنيه. هات 1000 ونص. العب غيرها، مش دافع ولا جنيه. 500 جنيه. طب ما عايشه ايه؟ يا عم هات 500 جنيه خلص الحوار. بتصوع عليا انا ولا ايه؟ لا مش بتساعد. هم ايه ده يعني؟ مش فاهم. الحمد لله خفت. ادعي لها ان ربنا يقوم بالسلامه. يا قلبي حرام عليك يا بنت. بص هنا انزل انزل يا عم. هات 500 جنيه. حرام عليك. مفيش 500 علينا؟ مفيش 500 علينا؟ بص هنا. بص هنا. والله وقعت قلبي. موافق نذيع؟ خلاص يا عم الناس كلها قتلناك. مش زعلان؟ والله خالص. قرب كده خد السبايه. قرب يا باشا خد السبايه كده. يلا قول مستنيكوا في رمضان. مستنيكوا في رمضان. لا انا ايه مستنيني انا في رمضان. مستنيكوا في رمضان. كريزي وومن، بس انا مش لوحدي النهارده. هاي عطوفة. هاي بطوط. قول لهم هاي هاي. هاي هاي. احنا النهارده جايين بنناقش حاجه بتواجهنا كلنا وبنشوفها كلنا وما بتعجبش كتير مننا، وهي التيك توك. تعبت قوي انا في الحلقه دي وانا بدور على مصادر للموضوع، فلقيت حاجات يعني غريبه. فاحنا مش بنقول للناس اعملوا اللي احنا بنعمله، احنا بنساركز على البوينت بتاعت الحاجات اللي مش عاجبه الناس كلها بس.
ايوه ورد ابعت ورد يسعد دينك يا المطنوخ. ابعت دلوقتي انا في حاجه غلط. ورد مش وقته. ابعت يا استاذ سواني دي بتحسبني رايح اخطب يا ستي اهدي معرفوش. يلا يا شباب شجعنا رايح يخطب. يلا يا جماعه دي فاتحه الظروف دي ولا الظروف الظروف ما بقتش حلوه اليومين دول. يلا واحنا هنديله فلوس. يسعد دينك يا عم بطل. يسعد دينك يا سعدون. انت يخرب معرفتك يا باشا. في ايه يا باشا؟ انتوا عايزين الجوازه يا باشا. ارحب يا المطلوب. ارحب ورد حاسب الورد يا باشا. في ايه يا باشا؟ انتوا تعبانين ولا ايه؟ لا يا عم. ايوه يا سلام يا سلام يا سلام. حط حضرتك بتعمل دينك يا ابو دينك يا مخنوخ. ايه مخنوخ وبخبوخ؟ ايه الهبل ده؟ لا ما تغلطش في الدعم بتاعي. ما تغلطش في الدعم بتاعي. الدعم بتاعك ايه وزفت؟ انا مال الدعم ده في البيت مش هنا شغل يا ماما. يا ريت نفتح الدبل. حاسب اللي يفتح الدبل عليك. الدبل ايه اللي هيفتح؟ انت تعبان. استنى بس يا عاطف. ازيك يا الحمد لله. اسمك ايه؟ حماده. بيقولوا لي يا حماده. ازيك يا حماده؟ حلو الحمد لله. ابعتوا انتوا ورد. ما لكوش دعوه باللي انا بعمله ده. ورد ايه بيعمل ايه الورد؟ ايه الهيافه اللي انتوا فيها؟ بشوف الكلام ده وايه الهيافه دي؟ ما حسبتك ام حماده. اتفضلي يا ام حماده. بتستفيدي ايه من الهبل ده يا ام حماده؟ انا عايزه مصلحتك. اتفضلي يا ام حماده. اسمك ايه؟ حماده. حماده برضو؟ اسمها مشامك يا حماد. يا ام حماده انا ما خلفش كل ده. انا ما خلفش كل ده. ممكن انزل؟ انا عايز الغي الريحه. حماده انا مش كنت بتكلم معاك من تو من؟ ايه معلش؟ كنت بتكلم معاك كده يعني. راجل لا تكلمي. انتوا من كلميني عربي. بكلمك كده. بكلمك. اتفضلي فندم. تمام؟ دلوقتي ده اكل عيش. يسعد دينك يا ابو نواف. بيت الهبل. استنى يا الهبل. استنى ما تسمعش يا ابو زفت نواف. ما تسمع. لا الا الدعم بتاعي. الا الدعم ايه؟ الا الدعم يا عم. بسلني. بس يا عم بس. اهدى بس. ايه الهبل ده؟ هو ده ولا ايه ده؟ انت بتعمل كده مع عمك في البيت؟ انا مش دلوقتي. يا امي ايه ده؟ يا امي هتعمل كده؟ انا مش ام حماده. انا مش ام حماده. اتفضلي. هو انا اسمي ام حماده. اتفضلي يا ام حماده. لا هات التليفون ما تحطوش على التابلو. التابلو ده متعقم. اتفضلي. انت تعملين مشكله على التابلو. ما يتحطش عليه تليفونات غير تليفون خطيبتك. مالها يا حبيبي؟ نخطب لك غير. بتقولي لي ورد وابو نواف. انا هخطب. انا راكب. تحب احتفل لك بالخطوبه دلوقتي؟ لا ما تحتفلنيش. انا عايز انزل. انا لحظه من المجاميع. ممكن نلغي الرحله. انا عايز انزل. بص يا حماد اهو. ايه وصل المليون؟ يسعد دينك يا ابو نواف. انا احتفل. انا انت بتجيب فلوس منين يا ابو نواف؟ كم حكم؟ بيضحكوا عليك يا ابو نواف. كم حكم؟ كم حكم يا عم؟ نزلني. كمان مليون؟ لا حكم. حكم الفوق يا عاطف. اعمل حكم يا عم. نزلني يا ابو نواف. غير ام الرحله ونزلني يا عم. انت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ يا عم اتعصبنا. اسمع نزلني. بقول لك احمي ابو نواف. تحمي من التعبيط. لا ما نلعبش مع الناس اللي ما نعرفهاش. يا ام حماده انت خليكي عقله بعد اذنك. انا عايز انزل. ما انا قلت لك انا هحكي لك القصه. انت اللي ما سمعتنيش. قصه ايه يا ام حماده؟ وانا جوز امك هتحكي لي قصه؟ عارف انا بعمل كام في الجوله؟ عارف انا مالي؟ بتعملي كام؟ انا لك من حب جامد. انا مش عايز. انا مش عايز. الدبل. ايوه كده. ليه انت حكيت؟ انت حكيت. افتح الباب. انا انزل. ممكن تفتح لي الباب ده؟ الشمروخ. الشمروخ يا ابو نواف. الشمروخ. هو ايه اللي بيحصل ده؟ يخرب بيت امك يا ابو نواف. يا عم ما تبعتش حاجه يا عم. سابك انا فتحته لجوه ووقع عليا كل الخطبه. بعد اذنك نزليني والغي الرحله. معلش يا ابو نواف. معلش فوق. نزليني بعد اذنك والغي ام الرحله. استنى يا هفهمك. بس ما تخافش يا عم. بس استنى هفهمك. يا لهوي. استنى انا هفهمك. انت فهمتني اربع مرات ومش فاهم منك اي حاجه. ده اسد هيبعت اسد. هيبعت اسد. اسد يا اخوك. ونخلص يا شويه متخلفين يا اخي. اسد على سنك يا اخي. اسد لو رميناه من العربيه. على سنك اسد. لا اسد لو رميناه من العربيه. يلا ارميه من العربيه. ارميه. يسعد يا عم. ارميني. اطلع كلامه وارميني. يلا ارميه. ارميني والله يبيه الشبشب. وارميني. بيقول لي ايه يا عم؟ نزلني. بس انا بشوف ابو نواف ايه. بيقول لك الراجل الكبير ايه بقى مديد عليه؟ يا بقول لك حط السكينه في رقبته وزقيه من العربيه. لا يا ابني. لا السكينه لا. ممكن تنزلني. معاك شنيور؟ معاك شنيور؟ ماشي.
وانا خشب حضرتك شنيور هتعملي ايه بالشنيور؟ احسن من السكينه. هتعملي ايه بالشنيور؟ مش فاهم هو انا ممكن انزل يسعد دينك وما فيش غير ابو نواف. طب شوفوا غير بس الكاميرا عليا عشان شوفوا احنا بنزقهم العربيه عشان يبعت لاسد. طب زقوني زقوني بس يا استاذ ابو نواف زقني. انا همشي على 80 وازقهم العربيه يا عم. زقني انا موافق زقني انا راضي. ماشي ابو نواف انا راضي. زقني هتبعت اسد يستعمل كامل اسد ده اديك حق ارحمني لف الكاميرا عليه عاد. ايوه عامل الحكم يا جماعه. طب ما تخلوا كملوا هسيبكم على الرحله. لا 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 افتح بقى ارمي يلا كملهم افتح يلا هنرميها ابو نواف. ده ارمي ارمي افتح لي ام الباب. الباب اهو مفتوح يا عم. هنرميها ابو نواف استنى يلا يسعد دينك يا ابو ارمي 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 الاسد يا ابو نواف. ارمي الاسد ارمي الاسد ام الاسد على الباب اللي مش عايز يفتح. ارمي الاسد ارمي الاسد يا ابو نواف. الهبل ده اهو الاسد اهو الاسد اهو. ايه ده ايه الهبل اللي بيحصل ده؟ ايه ده يا استاذه؟ انا مش ايه ده؟ ده مقلب. مقلب تعرفيه عشان تعملي معايا مقلب؟ لا هتعرف عليك. بص بس هنا وبص هنا. ايه ده بس ده مش هزار. لا بجد ده مش هزار. انا ما قابلتش حد قافش كده قبل كده بجد. انا ما قابلتش. انت بتعملي مشكله مع خطيبتك. انا ما قابلتش حد معايا مشكله معاك. انا في حياتي في حياتي ما قابلت حد قافش كده قبل كده. ما حدش بيتضايق كده بجد. خطيبتك ومقلب ونواف مش عارفه بجد. انا كنت بكلمها وانا بركب لحسن حظها. انا بركب وانا بكلمها الا اذا انت بقى يا خايف تسيبك وتروح لابو نواف. يعني ده الحاجه الوحيده اللي بتضايقني. انا بقى هو بتاعك. اه لا بص هنا بقى وانا مش زعلان. انا مش زعلان. بص هنا وانا مش زعلان. انا مش زعلان وموافق اني زيع. اتفضلي زيع. شكرا. ما مش كده تاني بقى. تسلم. هاي باي كوم باستاي ايو بيو باميو اي اي او ليرهو. هاي النهاردة بن تيك توك ومش بنقول للناس ده لطيف وده سو نايس الحاجات دي. احنا بنقول للناس ما تعملوش الحاجات الوحشة اللي بيعملوها في التيك توك. بس الحاجات الوحشة ماشي ما لناش دعوة بأي حد موجود على ابليكيشن معين. احنا بنتكلم على الحاجات اللي مش مقبولة يعني. بس خلينا نشوف الناس العاديه اللي ماشيه في الشارع دي هتستفز ولا مش هتستفز. يا احنا معانا مستنيين انجي. ايوه فين 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 حاطف؟ انت قلت هاي نسيتك. هاي ايوه هي دي. ثانيه صباح الخير. ثانيه لسه بدأ الرحله معاكم يا جماعه معاكم. ايوه يسعدينك يا ابو نواف. ورد 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 ابعت. ممكن بس نهدى شويه؟ ازيك يا انجي؟ الحمد لله. ابعت ابعت يا ابو نواف. ايوه اديله. الله 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 عليك يسعد دينك يا ابو نواف. بعتلك يسعد دينك يا اخي. افتح السؤال واحد ازاي باتنين؟ لا ده المساعد بتاعي. لا انا المساعد بتاعي بيساعدني في الجولات بتاعتي. ساعتها بصور. استنى يا جماعه ابعتوا انتوا ورد بس لحد ما اشرح لها قصه حياتي. استنوني. ها شعرك حلو يا انجي. ميرسي بجد. ميرسي. شغالك معايا؟ شكرا. هقفشك. شكرا. هقفشك جامد. ماشي شكرا. عارفه دي كام؟ عارفه باخد كام في الجوله؟ كيف؟ باريزه. ربنا يزيد. باريزه مقفوله. ماشي شكرا. مش مصري. ماشي. اخضر نفس اللون ده. دولار. وربنا اه. دولار. بس خليكي ايه؟ معايا على الخط. لو عايزه تقفشي؟ لا شكرا. مش عايزه تقفشي؟ لا. طب خليكي معايا على الخط يعني ساعديني اعملي اي حاجه. معاكي. انا داخله جوله. يلا يا عاطف هنخش هنطلع اتنينات. اهو يسعد دينك يا ابو رمضان. اتنينات. طب ممكن نهدى شويه بس عشان عندي صداع. لا نجيب لك بنادول ده اكل عيش. شكرا. اه لا ده اكل عيش. طيب معلش يلا وصليني. داخلين على المليون على المليون على المليون. ايوه اديله ادي يا ابو حماده. اديله ادي. الله اديله ادي يا ابو حماده. اديله ادي. ممكن نهدى شويه. هنهدى ايوه
انت عايز ايه؟ عايز عايز تشوفي التليفون بعد ما تنزليني تبقي اعملي اللي انت عايزاه وخشي جولات. ايه مليون مليون عايزه تشوفي عايزه تشوفي الزبونه يا مسعد. مليون مليون ايه يا ماما بتعملي ايه؟ اموره انجي اموره اموره انجي هنعمل ايه؟ حكم الفوم؟ ارمي الحوت يا حبيبتي وانا اعمل لك حكم الفوم. بيقول لي ارمي الحوت. بيقول لي خلي انجي تنزل شعرها. طيب رمت الحوت. لا انت سمكه لسه. رمت الحوت. الله يا ابو الله الله اعمل لك قلب. خلاص قلب 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 ودهش على الشبابيك. تعملي ايه؟ بعمل لها قلب عشان اتصور معاه. يا ماما يا ماما ركزي في الطريق يا حبيبتي. اتصور مع القلب. يلا اقطف شاور على القلب. الله يا ابو الله. عاطف يلعب عاطف يلعب بالخوف. يا عم عاطف يلعب بالخوف. يسعى بوقي عليها هي يا حاج. احنا هنخلي انجي تنضف الفم من على الازاز زي ما انت عايز. بس هترمي ايه؟ هترمي ايه؟ هترمي ايه؟ رماح. اسد رماح. انا ركبت مع شويه مجانين. اسد كتير على ام محمد. كتير على ام محمد الاسد ينجي؟ لا يا حبيبتي مش كتير. بذمتك كلك كتير على ام محمد. او انت بتعمل ايه؟ قال لك ايدك مش وشك يا عاد. يا جماعه شعري لو سمحت. خلاص انت دلوقتي. ابو رماح. خلاص خلاص. ابو رماح. عايزين ايه؟ استأذن انت فوق ايه؟ اكتر عن انجي ما ترشوش تاني. ما تضايقيش نفسك. خلاص يا ماما بمسحك. ما تمسحنيش. بنضفك. استغفر الله العظيم يا رب. تشتغل ايه انجي؟ تشتغل ايه؟ اديله شمروخ. اديله شمروخ. بقول لك المليون جهز لها 200 دولار كده نكرمشهم لها عشان تتعاون معانا. انت شاربه حاجه ولا مين دي اللي نكرمشهم لها؟ لا لا ام محمده ما تشربش غير قهوه الصبح. محمده وزفت والله. مش فاهمه انا ركبت مع شويه مجانين لاجل ما ابقاش كدابه. ممكن من غير لمس؟ ليه وانت راجل ولا ايه؟ اه راجل. انت بلاستيك يا بنتي ولا ايه؟ انت هبله ولا ايه؟ لا انت بلاستيك. بس يا ماما ايه ده بتزمري؟ نزلي يا حبيبتي بعد اذنك نزلي. انا ما تربيتش ان انا ركبت ابو رماح. انا غلطان. انا هلغي الاوردر. ما بنقولش كده على ماما. ما بنقولش كده على مامهاتنا. يعني الولاد تبقى قاعده في البيت امها تقول عليها. انا ما تربيتش. انت ايه اللي مضايقك؟ لا اتضايق طبعا. ده على امك. امك اكيد ربيتك. انت اللي نسيتي. ماشي اكيد تعبت بتربيتك. بس انت هتوصليني بسرعه عشان انا متاخره ولا هتنزليني على جنب؟ قله الذوق والكلام الوحش ده اكيد اجتهاد ذاتي. اكيد امك ما علمتكيش كده. امي بقول لك يا بنتي خد بس خلي انت ترقص. حاضر يا ابو رماح. استنى دم يا حاج. في ايه يا ابو رماح؟ استنى يا ابو سعد. استنى ام سعد رمت لي حوت من شويه. ايه؟ لا لا اركن انت. استغفر الله العظيم يا انجي. يا جدعان دبل 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 دبل. ابو رماح عايزك تطبلي على التابلو. طبلي له يا حبيبتي طبلي له ورقصي. لا يا انجي لا انا برقصش. لا مؤاخذه انا اشرف بالشرف. انا ام حماده. واضح يا ابو رماح. وانا مجلجل. لا يا حبيبتي انا ام حماده. بشهد يا ابو رماح. بدل ما انا قلت لك ارقصي له. انت انت ليه لسانك بيقول الكلام الوحش ده؟ ليه وكمان عايزاني ارقص له ولا حاجه؟ لا معاذ الله. انا قلت طبلي له على التابلو. بقول لك طبلي له على التابلو اهو. ايه ده؟ ده انت بنت وحشه قوي. تتحزم وترقص انت كمان. ده لا هو عايز مين؟ المساعد بتاعي العقد بتاعه بشروط. احنا مش عاملين شروط يا تفو؟ ايوه عاملين شروط. عاملين شروط. لو سمحت وصليني بسرعه عشان عندي صداع ومتاخره. طب انت تزعقيلي ليه يا انجي؟ استغفر الله العظيم. ايه يا مساعد انزلها؟ انت زهقتي منها؟ جالي صداع. بلا مساعد بلا مدوان بلا قرف. استنى خلاص 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 خلاص. هنضرب الشمروخ بس. بس تضربي ايه؟ هنضرب الشمروخ. هنعمل حادثه. هنضرب الشمروخ. بس هترمي لي ايه؟ هترمي لي ايه؟ 30 ورده قليلين يا اختي قليلين يا ماما. ابعتي لي علامه التيك توك. ايوه انا عايزه اطلع جو فايرال. ابعت ابعت ابعت. بس ايه بس يا يا عم يا عم يا عم الله يخليك. نزليني انجي 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 يا محمد. على جنب انا نحل الحركه خلاص. عينا عندنا شغل. ايوه ماشي. ايه ارميها ارميها من العربيه تبعت اسد. امشي على 80 وارميها. مش ماشي هنرميها على 80. بقول لك ارميها يا مجنونه. يلا يلا ارميها 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 ارميها. استنى مش هينفع افتح الباب دلوقتي عشان ننزل نبقى اسرع شويه. لو سمحت اقفي على جنب ونزلي. هتطلع ابو رمضان. ارمي الاسد. لحد دلوقتي بتكلم بادب. ارمي الاسد. ارمي الاسد. ارمي الاسد. رمي الاسد. ارمي يا جماعه اسد. ايه ارميها من العربيه. ارميها 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 من العربيه. يلا ارمي مين انت مجنون؟ انت انا بحترمك وانت ما فيش حاجه. لا لا انت صدعتيني خلاص. كنت هديك 200 دولار. العربيه عليها صوت يا انجي. انجي 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 قوم بصي. كنت مزعلة يا من العربية؟ يا رب. انت بتجيبي تابورة في بحري. يا جماعة حد يعمل كده يا جماعة. يا جماعة احنا عملنا فيكي حاجة لسه. أنا جسمي بيترعش والله. وأجي أقول لك تقولي نو تاتش. تعالي هنا بصي. شايفة دي كمان؟ ما كنتش هرميكي على 80 كنت هرميكي على 20.
بيعملوا فلوس يا عبيطه يا عبيطه بيعملوا عايزين نشتغل معاهم ليه والله قول انا مش زعلان مش زعلان وموافقه نزيع يا فطومه زيع يا فطومه مش متضايقه مش متضايقه خلاص يا انشي استاذ ايه معلش عشان ما خدتش بالي والله من ريكوست استاذ ايه احمد ازيك ابو حميد ثانيه واحد ما عرفش يعمل حاجتين اغرب في نفس الوقت يلا ايوه ازيك يا الحمد لله معلش ابقى معاك دلوقتي ارحب 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 يا مطموخ اديله 100 ورده الله 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 عليك يا ابو تمام الله عليك يا ابو تمام ده ابو سعد يو ابو سعد معلش اصل انا في الانجليزي ضعيف ايه مجانين لا لا يا باشا فاهمك خلي انت سوري معلش خدناك على مشمك ده اللي مؤاخذه تيك توك انا اشهر تيك توكر في البلد ده ربنا كرمني الحمد لله بس هما بيحبوا ان انا اطلع اللايفات من العربيه فاهمني هما بيحبوا كده لا انا جايبه سواق سواق عشان بس احنا بنريح بعضينا يعني هو دلوقتي في الريست بتاعه وانا لا مؤاخذه مش هوقف شغلي واكل عيش ان هو في الريست فاسيب له الريست برضه يعني طب مع بعضكم بديله مع بعض انا افتح اللايف وهو سايق بيه فالناس بقى ايه بتحب كده الداعمين بتوعي بيحبوا كده عندي داعم اسمه كيكو لما بنده عليه بيجي لي على طول بس لازم اكون سايقه وبعدين هو كله اكل عيش يعني بقى انت عارف لا ده قفش عالي لا والله انت عارف ضغط في الجوله 10 تراب اخضر بيجوا عندي بقى يصفر انت اللي فقري يا عاطف انت اللي فقري ليه اديله اهو يلحق دينك لا 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 مش نافع الكلام ده يا جماعه انا عايز احوط الله الله يا ابو ارمي لي حوت يلحق دينك يا ابو سعد هترمي لي حوت هترمي لي حوت الله وحياه الحاجه وحياه الوالده هترمي لي الحوت احدف 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 الله عليك الله هنفذ لك هنفذ لك الحوت عايز ايه عليك عايز ايه اعمل لك الحكم خلاص انا فاهم ايوه ده احمد لا مش ابنها هو اسمه احمد مش حماده ده مش حماده وانا خلف كل ده لا تعال سلم عليهم سلم عليهم اهو اهو احنا مربيين له شعر عشان لا عملوا معايا دول بيقبضونا دول عملهم كويس احدف له بوسه افتح له بوسه احدف له بوسه اعمل له قلب قول له افتح الضمل اعمل له قلب ممكن ارميكوا قرد يتنطط على دماغكم لا لا اعمل له قلب بايدك ارسم قلب وضحك على الشبابيك كده ايوه قول له افتح افتح الدبل قول له افتح الدبل عايزك لا بصوت بباور كده افتح الدبل يا بابا لا جامد جامد عشان انت عايز ايه دلوقتي يا ابو سعد نغني الغناء بتاعتنا يلا يا عاطف يلا بينا تيك تاك توك يا ابو سعد تيك تاك توك يا صلاح تيك تاك توك باي تيك تاك توك يا هبة تيك تاك توك يا توفى اديله اديله يا حماد اديله اديله يا حماد اهو حماد اهو اهو كده اهو نعم ما شاء الله بقى ده انت بقى ليك معجبين عندي ولا لا لا الكلام ما ينفعش ما عندوش تيك توك على فكره مش هينفعكم ايوه ده كان صغير دلوقتي اللهم صل على النبي بقى بقى ما شاء الله كده كده عايزين ايه عاطف عايزينك تنفس حكم التلج ماشي خد استنى نعمل نرسم الحرف بتاع ابو سعد هنرسم الحرف بتاع حرف الايه ونتصور جنبه حماده ايه لا مش مالناش دعوه بحماده حماده ما بيلعبش معايا اهو اتش حماده ولا عايز تنفع وتنفع لا هنا اهو لا 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 استنى بس ما تهزرش معايا عايز تنفع وتستنفع ولا عايز ايه لا انتوا احنا ممكن في الجنان ده ممكن نديك 200 اخضر بس تشترك معانا فيها تتعاون ماشي بس اشوف الفلوس الاول بقى لا اتعاون الاول تعاون بس الاول تعاون الاول ايوه وبعدين عايز ايه ترش له فين هات بقول لك حط في ايده تلج خد في تلج يا عم تخافش اهو بس اغسل ايدك اهو شوف يا اخي انصر دينك يا ابو سعد ادى 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 الله اكبر عليك ايه ده وصلنا المليون مليون الله خد احتفل ايه وشك فقر يا ده قد فعلناها قد فعلناها عاطف مليون واحد مليون واحد فرح مليون واحد فلوس بتاعتي مليون واحد احتفل الاول مليون واحد مليون واحد ادي ايوه يا جماعه ورود 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 جماعه وريني كده عاطف كده التلج بعد اذنك كده ايه مين التلج انا عايز لا لا فصل فصل
لا ما انا عايز بس اشوف حاجه بس والله يا عم. لا تلقى خلص. لا وريني بس يا صور دينك يا استاذ نفيس. بس يا بابا بس اهو حماده اهو. اقول لك بس بقول لك حماده كبر وبقى بقى. ايوه ماشي بس عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ هوريك حاجه والله. ابعت اسد. ارمي اسد. ارمي اسد. ارمي اسد. هترمي ايه؟ يا عم بقول لك عايز ترمي اسد. اتنطط على دماغكم انتوا. ارمي من الشباك. ارمي بس اقول لك بس ورميه. ايه ده ايه ده؟ ارمي من الشباك عشان ارمي لنا اسد. ارمي من الشباك وانت ماشي على سرعه 80. 80؟ انت تنطط على دماغكم بس ورمي بس ورمي. ورودي ايه يا عم اللي جيبها دماغك؟ وريني بس ورمي. يلا 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 خلاص بس 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 بس. طب وريني التلج. اقول لك على حاجه. خلاص هنرميه هنرميه وناخد الاسد احنا. اه اقعد بس استنى عشان نرميه. ترمي مين؟ اما نمشي على سرعه 80. طب هقول لك بس 80 ليه يا عم؟ اهي 40. ايوه هنرميه. ارميه اقعد يلا يلا هنفرقكم وهي بترمي. يلا يلا اهو او مش وعدك هديك بالدولار. مش عايز تعمل ده ايه ده؟ طب انت مش عايز تعمل ايه؟ بصي هنا انت كنت معانا في كريزي وومن. زعلش يا حماده. ما تزعلش. زعلش يا حماده. بس قول لي مش زعلان مني كيف اكون؟ لا مش زعلان مني ده خالص. هو موافق ان زيها. انصر دينك يا عاطف. زيها. خلاص؟ دينك يا عاطف. بس انت ما سالتش على الدولارات. انت بقى خلاص. اتفضل ايه؟ كيفك يا ولد العم؟ حلو؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. الحمد لله. حلو ايه؟ بس نبدا بقى. احنا بنبدا. احنا رايحين فين؟ حضرتك هنمشي على اللوكيشن عشان انا مش من هنا اساسا. ما اعرفش الطريق. ما تعرفش حاجة؟ لا والله. خالد؟ ما اعرفش والله. انا طالب على اللوكيشن هنا فعني. كيف يعني الشنب دي وما اعرفش؟ انا مش من هنا والله. يا انا اللي عارف. ما احنا نمشي. ماني مش من هنا. طب هنمشي مع اللوكيشن. معلش ماني ماشي اهو. اه 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 حضرتك منين؟ من هنا. انت عايز تعرف انا منين ليه؟ لا انا بسال بس يعني. لا ليه؟ شكلك سعودية. ايه وانت؟ لا شكلك من هنا. من سوريا. ايه بسم الله ما شاء الله. اجنبي؟ لا سوريا. ملون اجنبي؟ لا سوريا. اجنبي وملون. سوريا مش ملون. اجنبي مش من حدانا. اجنبي. اللهم صل على النبي. اجنبي. انت رايح فين بقى؟ على اللوكيشن هنا تلاقي. لا لا حضرتك من هناك فين؟ ما قصديش رايح تعمل ايه؟ رايح عند ناس صحابي اقعد معاهم شويه. ماشي. حضرتك من هناك؟ من هنا. بس هنا بعمل ايه؟ ده السؤال بقى. ده السؤال يكون كده. السؤال يكون كده. طب حضرتك هنا بتعمل ايه برضه؟ ليا ست شهور. ست شهور عم ندور وندور وندور ونلف ونلف وندور ونشوف ونروح ونادي ومانيش لاقيها. هو ايه؟ الواد ايهم. ايه؟ ايهم. ايهم؟ ده ولد؟ ايوه. مش ولد، شاب كبير. اه. ماله بقى تايه يعني ولا ايه؟ مصيبة. ايهم؟ ايهم وبيعمل مصيبة؟ ايه. عمل كومنت عليه قلب لمنال بنت الحاج عبد علي بنت عمي. كومنت ازاي؟ مش فاهم. كومنت عليه قلب. انت مالكش في التكنولوجيا؟ مالكش فيها؟ فيسبوك يعني والكلام ده؟ مالكش مالكش. يا ستي بس معلش بس. مالكش في التكنولوجيا. طب ماشي فاهميني طيب فاهميني. يعني ايه قلب مش فاهم؟ عليه قلب 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 احمر على الفيس يعني؟ ايه على منشور. اه منشور. طب وانت ما يعني منال عندها فيس ليه؟ احنا اتطورنا يا بيه لينا في التكنولوجيا. انتوا مالكم؟ ماشي. عمل ست قلب. شهور احنا بندور. عمل قلب؟ ايه. هو ايه الزرع ده طيب؟ معلش انا لا 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 انا اسف. لا لا معلش يا محمد بيه معلش. احنا ما نعرفش نعيش من غير زرع. بس مش في العربيه يعني. لا لا عندينا لازم الزرع وفي كل حته كده عشان نلبد ليه في الدوره. اول ما نلاقوه نطخه. ماشي ده الكلام دوت في البلد مش هنا. وهنا
في اي مكان. اي هو ليه حضرتك كده؟ طيب يعني بدك كيف يعني؟ يعني بتضربي بالكلام. كيف بضرب يعني؟ ما اعرفش ليه كلامي غريبه. طيب يعني ما اعرفش كيف يعني غريبه. كيف يعني؟ طب انت جيتي هنا لوحدك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله، عربيه بطلت. معلش اعوذ بالله. هم الاجانب عينيهم وحشه. انا حسبي بس حسب الله يبارك. لا هني ناس. اي الو. اي بنت عمي. ايه ابن عمي. عامل ايه؟ حلو. ايه لسه ما عطرتش فيه ولا فطوش؟ لا ما عطرتش فيه، وخايف، خايفه من عمي وخايفه من خالي، كله لا تو ما يفرقعونا لو ما رحناش. بقول لك ايه؟ ايه ناس حدانا بيقولوا انه شافوه. ايه شافوه النهارده. شافوه النهارده؟ ايه كيف يعني شافوه النهارده؟ شافوه النهارده واقول لك اوصافه وتلف تدور عليه وتجيبيه. اسمعي ولد الفرتوس ده؟ لا ده اسود. اسود ورمادي. رمادي؟ ايوه. اسمه ايه؟ دجنه. رب دجنه كده ودجنه ملونه بني مصفر. ما تعرفش اسم امه؟ ما تعرفش اسم امه؟ صعب. لا لا معلش. ام امه. امه؟ بهانة. يا ست الكل ازاي من الصعيد وعامل كده؟ امه ملون ملون. وشافوه في الحي المتميز. متميز؟ ايوه. يا ده يا دق ايه؟ يا سنة صوخة. تدور عليه في الحي كله. ملون ملون. ازاي 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 بس؟ املو. طب و امه بهنا وجورتو كبيره شويه. جورتو؟ انت عرفت جورتو كبيره منين؟ اسمه محمد ولسه راكب عربيه مع واحده لابسه اصفر. نزلينا على جنب بيتنا. استاذه اقفل اقفل اخرب بيت. استاذه نزلينا على جنب. وريني الجزمه. وريك الجزمه ليه؟ امك اسمها ايه؟ الله يرحمه. انزل على جنب. ايهم. ايه؟ طب اللبس متشابه. ايهم ايه؟ الاسم كمان متشابه. ايهم ايه؟ طاقتك يا انا محمد. البطاقه. انا محمد. البطاقه. هتحكي لي في تقول ولا هتمسح كومنت؟ يا عم ربنا ما انا هو عايز يمسح الكومنت. وقف على جنب هنا. هتكتب على البيت ولا هتمسح الكومنت؟ امسح يا قلبك يا قلبك. همسح الكومنت. همسح الكومنت. همسح الكومنت. روح يا عم. فرجني فرجني. يا جاهل. همسح الكومنت. همسح البيت كله. تعال. خد الكومنت. الكومنت. امسح الكومنت. عم تعمل له ديليت. امسح لي الكومنت. همسح الكومنت. بس تعمل له ديليت. طب ايه ده؟ طب ايه ده؟ ايه ده؟ يا قلب تعمل لها قلب. فرجني فرجني الفيس بتاعك وفرجني مناشيرك. انا عايز اشوف مناشيرك. ماشي ماشي. طب ايه دي طيب؟ طب هي اسمها ايه؟ اسمها منال. اسمها منال ايه؟ ايه؟ منال بنت عبد العال. هتصابة. هتعرف انت تجيبه طيب؟ اجنبي اجنبي. ماشي نعم. وربنا منى وربنا منى. واقعد اثبت يا احمد. وربنا منى. اثبت يا احمد. والله منى. اثبت يا احمد. والله منى. زله. والله العظيم والله منى. محدش عمل لك حاجه. خد يا ايهم احنا بنهزر. عليه عليه قلب احمر. خدت عليه. خدت عليه. بص هنا كده. لعبه والله فعلا. ايوه بالظبط. خدت عليه. انت اجنبي يا عيني. قلبك خفيف تعالى. اقول لكم سوري يا ولد. بص هنا يا قلب خفيف تعالى. بص هنا. قول مش زعلان مني كيف الطوبة؟ لا زعلان. لا ايهم بليز. محمد. بص هنا يا محمد. قول مش زعلان مني كيف الطوبة؟ مش زعلان مني كيف الطوبة؟ خالص. خالص. نهائي. وهعمل ديليت. نهائي وهعمل ديليت. للكومنت. بص اي واحدة اسمها منال. ما عنديش حد اسمه منال. اوكي. قول موافق نذيع. موافق نذيع. موافق نذيع. صباح الخير. صباح الفل. صباح الزارع اسمه. الجمال ده. الله يكرم اصلك يا بيه. الناس بتوع مصر دول حلوين قوي. تيجي ده رأينا ده ولا ايه؟ ده زارع زي خضار. خضار؟ فريش. انت جاي من هنا بالعربيه دي؟ من الصعيد. ايوه يا بيه. ما تحكيش برتقانتين كده ولا حاجه واقفين قاعده كده؟ هنهزر ولا ايه؟
عفريت هزر معايا ولا ايه؟ حلو الصعيدي ده، ما شفتوش قبل كده. ايه؟ لا يعني قول حاجة. الدنيا جميلة وصباح الفل. ايه؟ انت من هنا؟ لا من يعني باجي هنا على طول. ايه؟ انت منين بقى؟ من هنا. هناك؟ ايه؟ أحسن ناس هناك والله. الله يكرم أصلك يا بيه. اه. كم الطماطم دي؟ كم؟ هتلاقيها بيبيع أرخص مني. 8. ما عنديش. ما تشوفي لنا 2 كيلو معاكي كده. لا ما بنبيعش يا بيه. ايه بس جديد موضوع الجوده. لا لا انا ما بنشتغلش، انا ابويا مسدتني يا بيه وعيلتي كلالاتها معاها فلوس جدك ده واراضي. احنا هنا عشان مهمه. دي صفقه انت واقع عليها الصفقه دي ولا ايه؟ لا لا مهمه 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 مهمه. مهمة ايه بقى؟ نازلين ندور على حد. تخاف يعني ليه؟ 6 شهور يا بيه، 6 شهور. ولد الفرطوس مدوخ امي ومدوخ عمي ومدوخ خالي ومدوخنا كلالاتنا. النجعي كلياته هيفرجعوني يا بيه لو ما لقيناهوش. ده مين ده؟ ايهم. ايهم؟ ايوه. انتوا عليك طار ولا حاجه ولا في طار؟ لا بس هنقتله هو. دي فكره دي اكيد. ها ايه؟ في حصان هيخش دلوقتي. يعني ايه الفكره دي؟ يعني ده بتعملي فيها حاجه دي؟ ليه بنرقص قدامك ولا ايه؟ قاعدين على التابلو هم يحطوا سيرك. بص سلم رب اكلم الرجاله. لا فهمني فهمني. لا يعني اكلم الرجاله. يا كيف يعني فكره دي؟ لا يعني في حاجه غلط بصراحه. بتلبخ يعني؟ لا يا ايه لا ما تلبخش معانا. لا يعني ربنا يستر. ايوه اظبط حالك كده. لا 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 في سرح شعر دقنك ده. حاضر اهو منعكش من هناك كمان. جاي شكلها عجب. ايه يعني ان شاء الله ربنا هيكرمنا نوصل بالسلامه. الساعه كام؟ لا انت قلت حاجه. ساكنه فين بس وليه؟ وانت مالك انت ساكنه فين ولا جايه منين؟ ايوه ده انتوا منين ني يا اخوي يا باي على النيايا. ماشي جامد ده. ولا اي حمده؟ بس ما فيش بورتونتين بطيخ اي حاجه تطلع مني كده فريش، حاجه عسليه كده زيك. فيه بندقتين هيتحطوا في عينيك الاثنين لو ما اتخرستش دلوك. انت تسمعني بس، انا بحكي لك علشان انا فايت بيا. ايه كمان؟ طب احكي لي. لا احكي لك انت عايشه فين بقى وبتعملي ايه في حياتك؟ ايهم. ايهم عمل كومنت عليه قلب. قلب ايهم. عمل كومنت عليه قلب اللي منال بنتها مع بعض. على المنشور بتاعها على الفيسبوك. عمل لها كومنت. كومنت عليه قلب. هو وصل الكومنت الصعيد. ايوه. انت مش فاهمني؟ ما عندكوش تكنولوجيا؟ لا ده احنا يعني الكلام ده لسه ما وصلناش، احنا هنا يعني على قدنا برضه الفلوس يعني والدنيا. انا قلتك ده برضه. غلابه. انتوا كوكب السعيد ده واد ربنا. احيانين يا فجره. ربنا يجعلنا يعني امثالكم يا رب. ما تطلعوش ايه؟ حتى لو دعيته للسنه الجايه. فجره. شوف يابا التليفونات والكلمات. ايوه يا عم. احيان. فلوس. ايه؟ يا عمي. ابن عمي. كيفك يا بنت ابوي؟ حلوين؟ ايش جيني؟ لسه ما اعترفتيش فيه اللي يحرق ابو جلع ابوه ده؟ ما لقيتوش ولد الفرطوس. اخ يا نار يمه لو الاقيه. امسكه كده افرطسه فرطيس. افرجع امي اللي جاب امه. بقول لك ايه؟ ايه؟ اسمع لمفيد. فيه مفيد؟ ايوه. مفيد ده انسان ولا حاجه مفيده يعني؟ شافوه فين؟ فين؟ في حته في اسمها الحي المتميز. متميز؟ ايوه. كيف يعني؟ مواصفاته ايه بقى؟ ايه؟ لابس حاجه كده كريمي او اوف وايت. ايه الكريمي ده؟ شعر دجله منعكش. منعكش؟ ايوه شعر دجله منعكش. ايوه. وبشنب كده عامل لي فيها سليم الانصاري. ايوه. 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 وعيل نيك ده. ايوه نيايا. اسمه عبد الله مصري. يا سمسوخه. اقفل 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 هنفرفر امه. لا ده احنا بنركن يعني ونتفاهم او نازلين. طب الخلاجات ونقولوا هتتشابه يعني. انما الاسم كمان هيتشابه. لا كون مفكرني مش من هنا وعبيته وكده يعني. الزرع كده مش جاي كده. لا طب بس اقول لك لا ده احنا بنلبد له في الدره. احنا مرقدين كده في الدرة ملبدين علشان نطلع بالفرفر ونفرفروه لما نلاقوه. وانا مش برضه مش انا الشخص. انت عمال تكتب عليها.
ولا عم تكسر كومنت يعني ولا عم تكسر وعمال تفكر ان الوحده ونايه كان يا باي انا جاي بالغلط انت يا ابني عامل فيها سفير النيايه الحسنه يا ابني هقول لك هقول لك على حاجه بس 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 عم تمسح الكومنت دلوقتي يا عم لا يا عم تمسح الكومنت ولا تكتب على البت انا معيش تليفونه اصلا تمسح الكومنت ولا تكتب على البت ولا تكتب عليها اكتب لو حلوه اكتب عليها ايه حلوه دي ايه حلوه ما تشوفش انت البني اكتب اكتب لا لا خلاص خلاص انت انزل يا عم ماشي انا ما عنديش فيسبوك اصلا ما عنديش وعايش ازاي يا عم سيبنا الله يرضى عليك لا عايش ازاي احنا ما هنجوزوش بناتنا النيايه نازل اجيب ب 3 جنيه جبنه رومي وب 2 جنيه عيش اكتب اكتب قبل ما يا عم الله يرضى عليك والنبي يا عم سيب يا عم اوعى بس اكتب لا اتكلم بوليس عادي يا حبيبي هنقتلك قبل الفطور انت عايز مني يا عم انت عايز ايه ايه عملت عملت تلوى كده ليه هو ايه ده كده بس يا عملت يا عم يا عملت تلوى بص هنا شوف ده مهزر معاه مالك ده ولا ايه ايوه والله يا جدعان ده لا لا حرقت دمي بجد وافتكرت الموضوع الله يخليك ايه يا عم حرقت استهدى بالله استهدى بالله بص هنا بص هنا صباح الفل عليك ازيك قول لي زعلان منك يا فطومه طب والجبنه الرومي مين اللي هيجيبها لا لا هنجيبها لك دلوقتي على حسابنا انت مش زعلان منك فطومه قول موافق نزيه كله فل موافق فيها انت مترب بت ايه مترب يعني ايه مالك كده مش عارف انشف يا عبد الرحمن لا ماشي الحمد لله عايزين بس نطلع محور الاغواط ايه عايز اطلع محور بس عشان الحق صح محور ايوه المحور عايز اطلع عليه خلاص فهمنا ماشي انت من هنا ايوه احسن ناس والله ربنا يخليك انت من ايه من هنا ايه هناك دي فين هناك في الصعيد في الصعيد ايه فين في الصعيد اسلم لا ما نقولش ما نقولش ليه ما نقول ما خبرش هو كده هو كده احسن هنا المهمة معاه فلوس واهلي معاهم فلوس واراضي احنا طيب. مش محتاجين الشغل ما واضح انك مش محتاجين واضح انك ايوه طب انت نازل اوبر ليه اول مره اصلا الاقي بنت بالشغل دي وطي صوتك احنا في المهمه مهمه ايه مهمه مش فاهم مهمه ايه ندور على الولا ايهم بجد ولا ايه ايهم مين ليه 6 شهور ندور عليه رجالة النجع كلياتهم بيدوروا عليه ولو ما رجعناش بأيهم هيفرقعونا هيفرقعونا فرقيعة يا بيع مع أيهم ده؟ ايه وإيه تاني؟ ايه؟ عملية؟ أقول لك عملية عملية أيهم عمل كومنت عليه قلب أحمر لما نال بنت الحاج عبعاد بنت عمي أنت تكلمي بجد ولا بتهزري؟ نزلوا معاك ليه ان شاء الله عمل كومنت للبت مش من قلة رجاله حدانا هنيجي نهزروا معاكوا هنا عملوا كومنت على البنت مش عارف ايه ايوه قلب احمر كمان مش اصفر لا احمر ايه تاني ليه من قلب احمر على بنت من براتنا نجوزها له يا نقتله انت منين بجد من هنا طب خلينا بس ركز بس في الطريقه عشان كيف يعني ماشي كيف يعني ايه ماشي يعني امشي بس على جي بي اس ماشيين على جي بي اس وايه ده جي بي من اس ايه ده انت جاي من زرع زرعك خضاري جايبه خضارك هنا ايوه ماشي طب ممكن احنا ما نعرفوش نعيش من غير زرع وخضار وخضره ونقعد نشمه ده المزايا الحسنه انما فيه مزايا تانية حسنه برضك ايوه ماشي نلبده في الذره ماشي بنلبد في الزرع ومعانا الفرفر ونفرفر امه اول ما نشوفه يعني نفرفر امه نفرفروه اخوه يعني اخوه ايهم انا مش حكيت لك يا دي ايهم مش قلت لك دقيقه الو 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 يا بنت عمي يا ابن عمي كيف الحال كويسين والله ايه عطلت فاض الفرطوس ده ولا لسه لا ما اعترتش فيه ابن الفرطوس طب هقول لك بلك انت لو لقيته أيوة. افرفر امه طيب انا هقول لك بقى تلاقيه ازاي كيف يعني لقيته شافوه أيوة. في الحي المتميز متميز أيوة. كيف يعني المتميز ده الحي المتميز اللي في اكتوبر هنا هنا أيوة. اه
البنطلون هو ده. ايوه لابس جاكيت غامق وفي خطين بيض من على الدراعات. خالته اسمها ايه؟ ايه ده؟ ثانيه بس ثانيه. رحمان احمد. خالته اسمها ايه؟ خالته اسمها مرات ابوه. ثانيه ثانيه. مرات ابوه انا ما خبرش. استنى اسالك. كيف يعني ما خبرش؟ استنى اسالك يا جدعان. سعديه ماشي. ايه اقفل اقفل اقفل. شكله نهار احمر يا جدعان. انتوا بتهزروا ولا ايه؟ ايه ده؟ طب الخلاجات وتتشابه. انت مش واخده بالك بصفات ايمن ده؟ الاسم كمان هيتشابه. ثانيه واحده بس ثانيه. كيف يعني ثانيه؟ معرفش معرفش. هو فين مين ده اللي بيتكلم؟ ما تعرفش. ايوه بجد والله انا مش فاهم. انا هفرجك. مش فاهم. فاهمه. هتتلوى. مش فاهم. فاهمه. ها مش فاهم. مالك يا دي انت مين؟ تقريبا في حاجه غلط. تقريبا حاجه دي الغايه. حاجه غلط برضه. صدقني في حاجه. عم هتكتب عليها ولا هتمسح الكومنت؟ امسح الكومنت. احنا ما نكتبش على نيايا. هكتب على ايه؟ ثانيه واحده. ثانيه مش عامل قلب. هكتب على منال. انت طول واحنا نتجوزك احيان زيك. ثانيه واحده بس يا فقير. منال مين يا جماعه؟ منال انت عم. منال انت عم. مش مين منال؟ انت عم بقى. مش مين منال؟ استنى بقى. عندها جاموستين يعني. جاموستين ايه يا عم الحاج؟ عندك كام سنه؟ عندك كام سنه؟ قول لي انت. ايهم دماغك. انت عندك كام سنه؟ انت قول لي. ايهم يجي 20 كده. هي الجاموسه عندها 21. يعني اكبر مني. انا مالي يا عم ومالي الجاموسه؟ حد اكبر مني. ثانيه واحده. في حاجه غلط. حاجه غلط. المواصفات احنا هنوريكم الحاجه الصح يا عم. هو الجاكيت ده انزل عشان ندفنوه. وريني الطاقه. عشان ندفنوه. هات الطاقه. بقول لك انا هات الطاقه. لا دي هات لي الطاقة. الطاقة خد هنا. بص هنا. بص هنا. بص يا ابني. بص يا جدعان والله العظيم كنت حاسس. يا ويلي. باين قوي كده. حسيت. لا حسيت. ما قلت الموقف مش طبيعي. بص هنا تاني. في واحدة تانية. اه